السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس، عيدكم مبارك سعيد. اليوم تنقترح عليكم الكرداس. الكرداس أكلة شعبية، فيه الكرشة وفيه التقاطع كاع اللي كيكونوا في الدوارة، واللي بغى يزيد فيه طريفات اللحم مزيان هو هذا. كنقوموه بهاد التقويمة ديالو: القزبر اليابس، الكمون، الثومة مدقوقة، والملحة. الملحة على حسب القياس، هو تيكون شوية الملحة فيه زايدة باش ما يخسرش. سنحتاجوا ليه طريفات ديال الكرشه، تيكونوا هكا راه قطعتهم باش نلوي عليهم المسران. واللي ما عندوش المسران كيدير داك الخيط ديال الطبخ. ها هو المسران، انا باش غادي نقدهم هو هذا. ها المسران الرقيق، ها هو دابا هذا اللي كنحتاجوا ليه. طريف من القرزوط، ها طريف من هذاك قطعات كاع اللي عندك ديال الدوارات، ديرهم وهادو طريفات تاع اللحم زدتهم فيهم. الريه اللي عندنا في الدواره كنقطعو ونديرو فيه، تنقطعهم على شكل طولي بحال هاد القياس هكا. هنشرملو هاد القطع اللي درنا ديال الكرداس، قزبر اليابس، ثومه مدقوقه، الكمون، الملحه، تتكون شويه زايده الملحه، هالملح تتكون زايده فيه الملحه باش ما يخسرش. ها دابا غادي نبقى نقاد في الكرشه الطروفه اللي ديالو هكا غادي يكون. نديرو كل مرسو من حاجة بحال دابا، ها هو اللحم، المجبنة، كل حاجة كنديرو منها طريف. الرية، طريفات ديال الكرشة، باش كيجينا الكرداس مخلط. الطريقه باش كنلويهم خصهم يتلووا مزيان. دابا على الطريقه كنقبط المصران، كنبقى نلوي على الكرداسه باش كتقبط مزيان، باش ملي نشرها تبقى مقبوطه. هاد الجرحات كنديرهم بالموس باش يقبط فيهم المصران. هاو نبقى ندير ليه هاد العقيدات باش كيقبطوه مزيان. كنبقى نعقد عليه المصران باش ما يتحلش. هاد الطريقه ديالو. دابا ملي كملت الكرداس غادي نزيد ليه شويه ديال الزيت من الفوق وشويه ديال الخل، عاد نشرو. هو الكرداس ديالي بعد ما كملته. ما تنساوش شاركوا معايا في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. شهيوات العيد ان شاء الله راه باقيين.